الله الرحمن الرحيم، وكل سنة وانتم طيبين. المحاضرة أنا شايف حضور كويس يعني، ولا غير العادة يعني، الحمد لله إن الطلبة يعني حريصين على حضور المحاضرات، رغم إنها أعتقد بينزلوها على النت، وممكن واحد وقاعد في بيته يقدر يحط المحاضرة. شيء طيب. واعتقد ان الفيميلز للميز تقريبا 2-1، مش كده؟ الا اذا كان بقى فيه فيميلز مجوش او ميز، انما النسبه اللي شايفها قدامي كده الفيميلز كويس. طيب. محاضرة اليوم عن الهايبوغلايسيميا. طبعا يعني أنا لما كلفت بإن أنا أقول المحاضرة دي يعني سعدت بيها في الحقيقة، لأن الهايبوغلايسيميا موضوع مش بس اندوكرينولوجي، موضوع جنرال ميديسن، وإحنا عارفين إن الميديسن ده هو أهم شيء في الطب يعني، رغم إن هو أقل البرانشز اللي ما فيهاش بنفيت مادي، انما هو ذا بيست، هو يعني الكينج بون او السكيلتون بتاع كليه الطب. وكليه الطب لما قالوا فاكولتي اوف ميديسن هم محبين، لان ميديسن از ميديسن. والهايبوغلايسيميا وان اوف ذا جنرال ميديكال بروبلمز. في الحقيقه هنتكلم عن حاجات كتيره يعني، دي هنعديهم بسرعه. هنتكلم على الديفينيشن بتاع الهايبوغلايسيميا، وعلى الكلينيكال فيتشرز، وعلى التايبس، وعلى الكوزز بتاعه الهايبوغلايسيميا، الفاستنج ده لما قسمناه الى فاستنج ورياكتيف. هنتكلم على الاسباب دي والاسباب دي. عارفين طبعا كلكم دكتور مجاهد رئيس القسم دلوقتي. كفايه استاذنا وهو اللي معلمنا يعني. ربنا يخليك. فان شاء الله عشان يعني كوتش وتشايلد هود هايبوغلايسيميا. انا كنت فاهم بالك انا تحت الراجل بيتكلم على تشايلد اللي هو شايفين مستشفى الاطفال، وشايفين ان التشيلدرن والتشايلد هود دي دي الاطفال دي كان جزء من الجنرال ميديسن الانترنال ميديسن. يعني انا بتخرج في كليه الطب يعني شايف سنه 60، وما شاء الله كنت انتوا بقى يمكن لسه يعني في ال وجزء منها امتحان حالة الاطفال يعني الأطفال دي جزء من الأطفال. ثانيا إن حكاية الشايلد وأدارته وأم مسألة برضه ممكن يعني تبقى متداخلة بعضيها. الواحد اللي عنده شايلد وود بروبلم ممكن يعيش لما يبقى يجي في حضانته والسين بتاع دكتور الأطفال يقول لك أنا أدفعه مع العيادة هروح بقى للحسن سن يعني. فا ات كان بريزست تشايلد هود بروبلم كان بريزست الادلت هود، ولذلك احنا جايبين سيرتها لان احنا بندين والادلتس هم حتى حكايه الادلت هود والتشايلد هود والادلتس برضه المنطقه اللي في الوسط دي مختلف عليها. يعني هل الاطفال لغايه 12 سنه هاول او الاطفال لغايه 18 سنه مثلا، ولا يمكن اكثر من كده كمان. فيعني عشان كده حطينا حكايه كوزز اوف تشايلد هود هايبوغلايسيميا. هنتكلم على ارتفيشال كوزز اوف هايبوغلايسيميا، يعني ارتفيشال يعني حاجه هايبوغلايسيميا وهي ليست هايبوغلايسيميا، دي ظاهره يعني نوت ريال هايبوغلايسيميا. هنجيب سنة الكلام ده. في حاجه اسمها كاونتر ريجولاتري هرمونز، هرمونز اللي هي بتساعد على انها تصلح او تكوركت الهايبوغلايسيميا في توكاز.
يعني لو حصل هايبوغليسيميا البودي اتعمل فيه او اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق في الانسان هرمونز قليله عشان تخفض السكر، بينما خلق هرمونات كثيره عشان تزود او ترفع السكر في الدم. اذا الهايبوغليسيميا دي خطيره، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا يعني خلى فيه ماني او مالتيبل هرمونز يسموه كاونتر ريجولاتوري هرمونز. طبعا ده انتوا دارسين فيسيولوجي قبل كده. الهرمون اللي بيخفض السكر في الدم هو ايه؟ هو الانسولين، بينما في هرمونات اخرى بتزود بتزود البلاد جلوكوز ليفل، اشهرهم طبعا الجلوكاجون الواحد، الكاتيكولامينز الابنفرين برضه يرفع، الجروس هرمون، الكورتيزون، الثيرويد هرمون، يعني اذا خمسه قصاد واحد مثلا يعني. فدي لان الهايبرجلايسيميا كان كل الواحد يعني الانديفيدوال، ممكن الهايبرجلايسيميا والدايابيتس مثلا لما يحصل كان كله كان يحصل منه كومبليكيشنز على كل السيستمز، انما هايبوغليسيميا يقال انها كان رول ار يو اي ان تدمر الانسان. يعني الهايبوغليسيميا كان رول ذا انديفيدوال، اند هايبرجليسيميا كان كيل اند انديفيدوال. فلذلك هنبقى نجيب سيره برضه الكاونتر ريجولاتور هرمونز. بعد كده يا ترى لما يكون واحد بيشتكي او في عنده سيمبتومز سجستيف اوف هايبوغليسيميا، هل فيه لاب؟ هل فيه عامل مساعد كده نقدر نحلل ايه؟ نحلل السكر؟ طب ما نحللش حاجه ثانيه؟ لا هنجيب سيرتها برضه في الكلام بتاعنا. لما تكون الحاله دي الهايبوغليسيميا دي سببها اللي احنا دايما بنخاف منه، احسن تكون انسولينوما، يعني انسولين ادينوما ولا هايبر بليزيا ولا حاجه في الايلت اوف ذا بنكرياس اللي هي البيتا سيلز وبتفرز انسولين كتير، فدي تبقى عايزه التعرف عليها. ازاي نتعرف على الانسولينوما دي؟ ازاي نتعرف عليها؟ هاو تو لابوراتوري تيست سسبكت الانسولينوما، هاو تو ديستنجوش بتوين فاستيشيس فاكتيشيس او فاستيشيس، يعني اللي هي واحد خد انسولين زياده، خد سلفونايل يوريا زياده وجاله هايبوغليسيميا، والتاني ما خدش ده هو عنده ريال انسولينوما تيومر مثلا. ازاي نفرق بين دي بين وبين دي؟ الكوزس اوف بيتا سيل هايبر انسولينيميا برضه هنجيب سيرتها. بعد كده المالتيبل ديكلاين نيوكليزا برضه هنجيب سيرتها في الكلام لو اتسع الوقت يعني. بعد كده لما تكون عندنا انسولينوما واحنا سسبكتنج ات، يا ترى هنقدر نتوصل الى معرفه المكان ده او معرفه التيومر ده ازاي؟ ازاي هنعمل ايه؟ لازم هنعمل راديولوجي طبعا، سي تي مثلا. وبعدين كومن دراجز اللي هي ممكن تعمل هايبوغليسيميا، في دراجز كتيره ممكن تعمل هايبوغليسيميا، مش بس الانسولين اللي بيعمل هايبوغليسيميا ولا السلفونايل يورياز اللي بتتاخد كعلاج للسكر، لا في ادويه في دراجز اخرى كثيره جدا خاصه في التشايلد وود بيريود، لان التشايلد فيري سنسيتيف تو دراجز ذات كروز هايبوغليسيميا. في بقى هل في اورام غير الانسولينوما تزود تعمل هايبوغليسيميا؟ هل في يعني انسولينوما خلاص عارفين اللي بتطلع انسولين، هل في تيومرز في البودي بتطلع بتخلي الانسان عرضه اللي يجيله هايبوغليسيميا؟ يا ترى فيه وازاي الميكانيزم؟ هنجيب سيره الكلام ده. وبعدين بعد كده عندنا حاجه اسمها اوتو ايميون انسولين سندروم، برضه لازم معرفه كده عليه. يا ترى في اندوكراين كوزز غير الهايبر انسولينوما تدينا هايبوغليسيميا؟ فيه طبعا، لازم اي حاجه من الكاونتر ريجوليتور هرمون فيها ديفكت، لو في ديفكت في الجروس هرمون
ما بيفرزش جروس هرمون، ما بيفرزش الادرينالين ولا النور ادرينالين، ما بيفرزش الايه تاني الجلوكاجون. كل دولك لو فيه هرمون جديد ديبريشن ممكن تدينا هايبوجلايسيميا. وبعدين بعد كده بتيجي يصير بقى الهايبوجلايسيميا ان ريليشن تو دايابيتس. دايابيتس طبعا از بيكامينج ذا بانديميك. الدايابيتس هو دلوقتي بيعتبر مش انديميك ديسيز. كلمه انديميك ديسيز يعني ايه؟ انديميك ديسيز لما يبقى 10% من الناس عندهم سكر، عندهم بروبلم معين. يعني افرض انا مثلا بعد الحضور هنا دلوقتي، الحمد لله شايف انا في ميز بقى اكتر من 70% يمكن. المهم فلما عد اللي موجودين هنا واشوف كم واحد منهم عنده دايابيتس، لو 10 يبقى اقول ده اللي في 10% يعني دولت عندهم انديميك بروبلم اللي هي الدايابيتس. لما يبقى اكتر من 10 ل 20% بقى دي بنسميها بانديميك. العالم داخل على بانديميك اوف دايابيتس ميليتس. مصر من الدول المتقدمه جدا جدا في بالنسبه لبلاد العالم في الدايابيتس. ترتيبها في الدول العالم كم؟ برافو عليك. كنا زمان التاسع وكنا زمان اخر واحده، يعني من 3 4 سنوات كنا احنا العاشر، وبعدين زحفنا للمقدمه هو داخلين على هننافس برضه يعني عشان تعوض حتى البطولات اللي راحت في الكوره. مثلا ما دخلناش حتى خالص صفر المونديال. فاحنا دلوقتي مصر تعتبر الدوله الثامنه على مستوى العالم في نسبة حدوث السكر. فلما ينفعش ان انا اتكلم على هايبوجلايسيميا وما اجيبش سيرة هايبوجلايسيميا ان دايابيتس ميليتس، لان دي يمكن اهم موضوع، اهم حاجة موضوع هنتكلم عليها بقى في الموضوع اللي هي دي مش دي برضو خلاص. هنيجي بقى اللي هو الاندروجينس انسولين. يعني نرجع بقى نحط شويه نقط على الشيف كده. ايه تعريف وات ذا ديفينيشن اوف هايبوجلايسيميا؟ يعني انا بقول ان لما تيجي انت تتعرض لسؤال، افرض سؤال ريتن، سؤال اورال، واخد بالك، غير اللي هي الدايركت كويشنز على موضوع معين، على بال ما تنتخذ الانفاس تحط لنفسك عناصر اجابه. يعني هايبوجلايسيميا دي الديفينيشن بتاعها ايه؟ اللي يا ترى الكوز بتاعتها ايه؟ حطهم انت جنبك كده. يا ترى الكلينيكال بيكشر بتاعتها ايه؟ يا ترى هاو تو دايجنوز، هاو تو ديفرنشال دايجنوز، هاو تو تريت. لو حطيت انت العناصر دي وحتى انت ما عندكش خلفيه جامده هتقدر تكتب على كل عنصر من دول كلمه ولا حاجه تقدر تاخد بيها الباس مارك في موضوع ما. فالديفينيشن اوف هايبوجلايسيميا according to the third international symposium on hypoglycemia قال لك لما يبقى البلد جلوكوز ليفل اقل من 50 ملي جرام بير ديسيليتر. واحد سكره اقل من 50 ملي جرام بير ديسيليتر اللي هي او اثنين اقل من 2.8 ملي مول بير ليتر. وعدتوا طبعا عارفين ان الواحد اللي عارف اللي بيقيس بالملي مول نقدر نحوله الى ملي جرام، وذلك باي ديفايد باي بانك تضرب في 18.2، يعني لما نيجي نضرب 2.8 × 18.2 هنجد الرقم بتاعنا هو ال 50 ملي جرام. عارفين احنا النورمالي بلاد جلوكوز ليفل بيختلف من فاستنج عن البوست براندين. فالفاستنج عندنا لازم يكون في حدود 100، البوست براندين في حدود 140، وفي طبعا الامبيرد او بري دايابيتك فيجرز وفي الدايابيتك فيجرز. فاحنا عندنا بالنسبه لنا دلوقتي بنقول يعني ايه هايبوجلايسيميا؟ يعني بلاد جلوكوز اقل من 50. وده الاتفاق اللي تم عليه الثيرد انترناشونال سيمبوزيوم اوف هايبوس. انترناشونال يعني دولي، مؤتمر دولي، سيمبوزيوم دولي، اتفقوا على ان
بلاد جلوكوز ليفل لو اقل من 50 يبقى هايبوغلايسيميا. لو عيان بتاع عنده سكر عالي على مدى سنين طويله تتعود على سكر عالي 300 و200 و400 ده لما السكر بتاعه يمكن يوصل لل 150 او 120 او يعني فوق ال 50 دي يبتدي يحس بالاعراض لانه خد جسمه خد على اساس ان هو he is living in a medium of hyperglycemia. فعليها الحاجه الثانيه لو انه عنده لو انه العيان ده او العيانه دي fulfill the Whipple's triad يعني عنده لو الاو ده مكتوبه غلط لو بلازما جلوكوز عنده سيمبتومز او ساينس او الاثنين اوف هايبوغلايسيميا والاعراض والعلامات دي تتحسن بالترياد التالت ده لو ادينا له جلوكوز ادمنستريشن ده لو كان في واحد عنده المواصفات دي يبقى له حاله هايبوغلايسيميا. بعد كده الكلينيكال فيتشرز اوف هايبوغلايسيميا لما واحد يجي له هايبوغلايسيميا البودي ما يسكتش لا ازاي ده احنا عارفين ان الانسان يقدر يعيش بسكر عالي سنين انما يمكن يحصل له برين دامج ويحصل له برين ايفل برين داس ويحصل له اسكيميك ستروكس لو البلاد جلوكوز ليفل بقى وصل للهايبوغلايسيميك فيجرز فور بتاع ده هاف ان اور يمكن نسأله 15 دقيقة لو فيه وما تصلحش ممكن يحصل دمج للبرين لأن البرين بيعتمد مينلي في النيوتريشن بتاعه على الجلوكوز. الجسم كل الجسم بيعتمد على الجلوكوز وكيتون بودز وفري فاتي اسيدز اكسترا انما البرين بيعتمد مينلي على الجلوكوز. في ناس اخيرا بيقولوا ممكن البرين يعتمد شويه على كيتون بودز انما هي مينلي ذا برين از جلوكوز ديبندنت. فلو الجلوكوز انخفض الفانكشنز بتاعت البرين تتاثر خاصه الفانكشنز بتاعت الاي سنترز التفكير والسينكينج وبعدين تيجي اللي هم السنترز الاخرى في البرين. فمهم جدا لما السكر ينخفض ربنا ما يسيبش الجسم كده لازم يبقى فيه الارمنج سيمتومز لازم تبقى فيه اعراض بنسميها ادرينالجيك سيمتومز دي نتيجه لاكسس ادرينالين اكسس كاتيكولامين سكريشنز. الاكسس كاتيكولامين سكريشن دي ناتجه من ان احنا عندنا كاونتر ريجوليتور هرمونز الجلوكاجون والابنفرين فيبتدي العيان يجي له اعراض زياده الكاتيكولامينز اللي هي ايه؟ اعراض زياده الكاتيكولامين يعني يحس ان الكاتيكولامين بتسرع القلب يحس ضرب قلبه بدوء بسرعه يحس ابرنشن يعني متوتر ويحس ان هو ريتابول عيان الشخص ده وعنده عرق كتير في جسمه وعنده صداع وضعفان. ادي لو اي عيان جاله الاعراض دي او بتجيله الاعراض دي يفتكر ان هو عنده دي اسمها ادرينالجيك سيمبتومز اوف هايبوغلايسيميا او الفيرست ستيج بتاعت الهايبوغلايسيميا. اللي بعد كده لو ما تصلحش هو لما الواحد يجي له كده على طول يلحقوه بقى لو ادوا له سكر او ادوا له حاجه الاعراض تتحسن انما اف از نوت تريتد هيباس انتو السكند فيز اللي هي نيوروجلايكوبينيك سيمبتومز دي بقى اللي فيها انتلكشوال كاباسيتي مش مدرك كويس كونفيوز اريتابل خالص اريتابيلتي هنا وهنا موجوده وابنورمال بيهيفير يبتدي يعمل حاجات مش صح يمشي هو راكب العربيه ممكن يخش في اي حاجه مش مدرك لحاجه يخش في البتاع ده هو رايح مثلا تريلا يجي على طول داخل في اي شارع على اساس انه وصل مثلا يعني ما فيش عنده ادراك كامل. مش بس كده لا ده يبتدي يجيله كونفالجنس جنرالايز كونفالجنس يبتدي مشكله كمان يبتدي يخش في كوما وغيبوبه ويجي طاب وفولز ساعات يبقى يجيله هيمبليجي حتى يجيله ستروكس
يجي له انفاركشن في الميوكاردال انفاركشن نتيجه لنقص السكر. فيبقى كل دي اعراض بنسميها تحت عنوان نيورو جلايكوبينيك سيمبتومز. في حاجه اسمها هايبوجلايسيميك ان اويرنس. كلمه ان اويرنس يعني ايه؟ ان اويرنس يعني مش مدرك. دي بتحصل ايه ازاي دي ان اويرنس؟ يعني ما يبقاش داري باللي حواليه، يعني ما يبقاش عنده الادرينرجيك سيمبتومز، يبتدي على طول لما السكر ينخفض ما لا يعرق، ما يبانش عليه العرق ولا يبان عليه اللي هو البالبيتيشن ولا الابريهنشن، ده على طول يداخل في السكند فيز اللي هي كونفيوجن كوما وفولز ايميديتلي، اللي هي هايبوجلايسيميك ان اويرنس. دي بتحصل في لونج ستاندنج دايابيتكس، بتحصل في الجماعه اللي عندهم اوتونوميك نيوروباثي، فدي برضو خطيره جدا ولازم توضع في الاعتبار. ده السكند هايبوجلايسيميك ادرينرجيك ونيوروجلايكوبينيك سيمبتومز. الكلينيكال فيتشرز الفاستنج هايبوجلايسيميك ديس اوردرز، يعني لما احنا بنقول ان فيه هنقسمها دلوقتي الى فاستنج هايبوجلايسيميا وبوست برانديال هايبوجلايسيميا. اللي بجيلهم هايبوجلايسيميا مع الصيام في الغالب ايه دول؟ بيبقوا ايه؟ اورجانيك ليجنز، اورجانيك ليجنز. اما اللي يجيلهم هايبوجلايسيميا وهو واكل بعد الاكل بست ساعات باربع ساعات بثلاث ساعات، لا ده يبقى ده ماهيش اورجانيك، في الغالب دامبنج سندروم، في الغالب جاسترونتستينال ديس اوردرز، في الغالب فانكشنال سيمتوماتولوجي. فبنقول الكلينيكال فيتشرز فاستنج هايبوجلايسيميك ديس اوردرز يوجوالي بريزنت وذ نيوروجلايكوبينيك سيمبتومز، اللي هم اللي الجماعه اللي عندهم البلاد جلوكوز واطي في الفاستنج ستيج، بيخشوا في الستيج من الاول بسرعه جدا. البوست براندل هايبوجلايسيميا يوجوالي بريزنت وذ ادرينرجيك سيمبتومز، وبيكسد في معظم الحالات بتاعت الهايبوجلايسيميا بيكسد. الكلينيكال فيتشرز احنا خلصنا دي. الكوزز اوف فاستنج هايبوجلايسيميا، واحد يديله يعني لما يدي لك حاله فيها اشتباه اعراض من اللي احنا قلناها دي، ريتابيليتي وسويتنج وبالبيتيشن بتاع، تسال الاعراض بتيجي مع الصيام ولا مع بعد الاكل؟ لو كانت مع الصيام بنسميها الفاستنج هايبوجلايسيميا. ايه الاسباب الفاستنج هايبوجلايسيميا بقى؟ احنا قلنا اورجانيك كوزز، يكون بنكرياتيك ديسيز بقى، هيباتيك ديسيز، ليفر سيل فيلير، وهنشوف كام بيتيوتري ديس اوردرز لما يكونش فيه جروب هرمون، ادرينال لما يكونش فيه كورتيزون، سنترال نيرفس سيستم اللي هو هايبوثالامس وبرين ستيم، نون بنكرياتيك نيوبلازمس اند انكلاسيفايد كوز. البنكرياتيك كوز دول عباره عن ايه بقى؟ قلنا يعني ايه الحاجات اللي في البنكرياس اللي تدي فاستنج هايبوجلايسيميا؟ احنا قلنا انسولوما، اي سيل فانكشن هاي، يعني يكون اكسس انسولين او ديفيشنت ايه؟ جلوكاجون، اللي هو اي سيل الفا هايبو فانكشن او بيتا هايبر فانكشن. فذات سي انكريز انسولين اند اور ديمينيش جلوكاجون. بعد كده عندنا اليمنتري هايبوجلايسيميا اللي هو زي جاسترونتستاينال سيرجري، دامبنج سندروم، جوجينال السر، موتيليتي جاسترونتستاينال ديس اوردرز، ايرلي تايب 2، دي مهمه جدا، ايرلي تايب 2 دايابيتس ميليتس. تايب 2 دايابيتس ميليتس يعني اللي هو اخطر الاكثر حالات السكر هي تايب 2 دايابيتس، اللي بيجي بعد سن ال 30 سن بعد ال 20 سنه، مش في الاطفال. ده بيبقاش سببه نقص الانسولين، ده بيبقى فيهم عندهم هايبر انسولينيميا، بس عندهم حاجه اسمها انسولين ريزيستنس، اللي عندهم انسولين عالي ورغم ذلك عندهم هايبر جلايسيميا. لما يبقى في انسولين زايد وهايبر جلايسيميا بنسميها انسولين ريزيستنس. الحالات دي بعض في الايرلي ستيجز بتاعتها بتبريزنت باي هايبوجلايسيميا، بتبريزنت باي يعني يجيله
بيجيله بهايبوغلايسيميا، فديت لازم عشان كده نقول لهم البلاد جلوكوز ليفل فاستنج وبوست بلاندر. الحاجه الثانيه مهمه خالص ايرلي تايب 2 دايابيتس ميليتس كان بريزنت ويز مش هايبر، كان بريزنت ويز هايبوغلايسيميك ديزيز. الهرمون اللي هي قلناهم هايبو فانكشن وهايبر ثايرويدزم هايبر كورتيزينيميا، ده كلام عاده يعني. وبعدين رياكتيف اذر سابستنسز برضه مش كومن. بعد كده الارتفيشال كوزز، يعني ايه ارتفيشال كوزز اوف هايبوغلايسيميا؟ او ساعات بيسموها سيودو او هايبوغلايسيميا. في الحقيقه ما عندهم ما فيش هايبوغلايسيميا، انما في عيانين، في ناس عندها مثلا الليكوسايتس مالتيبل مايلوما اللي هو ليمفوسيتك لوكيميا مايلويد لوكيميا، العدد كرات الدم البيضاء بيبقى بالايه؟ بيبقى داخلين على ربع ونص مليون، مش 5 ل 6 ل 10 آلاف اللي هوايت سيل كاونت، بيخش في على ربع ونص مليون هوايت سيل كاونت. فلما الهوايت سيل كاونت او الريد بلاد سيل تزيد قوي، دول بيكونسيوم جلوكوز. لو خدت انت العينه من العيانين دولت وفحصتها وسبتها يا دوبك في يوم مينتس، خدت عينه من الناس اللي عندهم ميلوما وعندهم بوليسايتيميا او عندهم لوكيميز وعندهم ماني هوايت وماني ريد سيلز، وفحصت السكر بتاعهم، هتجد ان البلاد جلوكوز بتاعهم واطي. لو ان خدتهم وفحصتهم لهم بعدها بساعه ولا نص ساعه، لان في الفتره دي الهوايت سيلز والريد سيلز اللي هم بزيادات كثيره بيكونسيوم الجلوكوز اللي موجود في البلازما، فيبقى دي اسمها سودو يعني فوس سودو هايبوغلايسيميا او سودو هايبوغلايسيميا. كذلك اللي موجوده في الهيموليتيك انيميز دي كلها بنسميها ارتفيشال كوز اوف هايبوغلايسيميا او سيودو هايبوغلايسيميا. بعد كده بنقول بلازما جلوكوز، دايما القاعده اللي كلهم عارفينها، خصوصا لان احنا عارفين ان دلوقتي بقى في جلوكوميترز، كل واحد عنده بتاع ده جهاز عشان يقيس السكر ويشك نفسه ولا ياخد بالدبوس ويحلل الهول بلاد، الهول بلاد يحلله عشان سكر، ويجي يودي ياخد عينه في المعمل، المعمل يحلل الهول بلاد، المعمل بيحلل البلازما، فيا ترى مين اللي يطلع عالي بقى عن الثاني؟ البلازما تطلع عاليه، لان في الهول بلاد الريد سيلز اللي موجوده دي والهواي سيلز اللي الريد سيلز اللي موجوده والهواي سيلز اللي موجوده بتاخد جلوكوز، فيبقى السكر في دولت في البن يعني في اللي هي عينه الدم اللي بالابره بتجدها اعلى ولا اوطى من البلازما؟ اعلى من البلازما، اعلى البلازما اعلى، لان السيلز اللي موجوده في الشكه دي هي اللي بتكونسيوم البلاد جلوكوز، ودي بيطلق عليها سودو هايبوغلايسيميا. بعد كده ده الكاونتر ريجوليتور هرمونز، حتى بيقسموهم بقى الى ايميديت ودليل، ايميديت ودليل. الايميديت دول عندنا الجلوكاجون والابنفرين، دول اول حاجه اول خط دفاع اول اللي هو الجلوكاجون والابنفرين. خط الدفاع الثاني بقى النور ابنفرين، الكورتيزول، الجروس هرمون، واحيانا بنحط كمان تحت الكروس هرمون الثايرويد هرمون. بعد كده لابراتوري تيست فور فاستنج هايبوغلايسيميا، لما تلاقي تعمل ايه؟ تحدد تشوف الفاستنج بلاد جلوكوز كام؟ تشوف الفاستنج سي بيبتايد. ايه بقى الفاستنج بلاد جلوكوز؟ ايه الفاستنج سي بيبتايد؟ الفاستنج سي بيبتايد مهم جدا، لان ده بيدينا فكره على اساس الانسولين، هل ده هل لو لقينا الفاستنج بلاد جلوكوز
والريكسيبت دايت موجود ولا مش موجود. بعد كده بتشوف انت السلفونايل يوريز اللي هم مثلا اللي هم الهايبوغلايسيميك دراجز، يكون العين واخد دراجز. الحاجه الثالثه بتشوف الرينال فانكشن، سيرم كرياتين، كرياتينين كليرنس. ليه بقى؟ لان الكدني از ذا سكند موست كومن كوز فور هايبوغلايسيميا بعد الانسولين. يعني ديس اوردر اوف انسولين، زياده الانسولين او قله كونسامشن اوف انسولين بتدي هايبوغلايسيم. انما لما الحاجه السبب الثاني على طول اللي هو رينال فيلير وليفر سيل فيلير. انسولين انتي بودز هنجيب سيرتها في سلايد مخصوص. بلازما كورتيزول، يا ترى بلازما كورتيزول ده بنعمله ليه؟ لان احنا قلنا لما نلاقي الكورتيزول واطي يبقى ده كان ليد تو وات؟ الكورتيزول الهايبر جلايسيميك، الهايبوكورتيزوليميا معناها هايبو جلايسيميا. البرو انسولين والانسولين نورمالي 10 ل 20%، ده نورمالي، واخد بالك؟ الانسولينوما بقى لما يكون عندنا انسولينوما بنجد ان البرو انسولين والانسولين اعلى، اعلى عن 80%. But not in patient with overdoses of an oral sulfonyl urate. بعد كده هايبر انسولينيا ديو الاسباب الهايبر انسولينيا احنا قلناهم انسولينوما او واحد بياخد انسولين في بالحقنه او بياخد سلفونايل ريز عشان تسيميليت ذا بيتا سيلز تسكريت انسولين. اف سي بيبتايد، لو لقينا السي بيبتايد عالي، السي بيبتايد عالي لو لقيناه عالي والبرو انسولين عالي، يبقى دي حاله انسولينوما مش ارتفيشال ولا سلفونايل يوريا ولا انسولين جاي من بره، ولا العيان مش مدي نفسه انسولين زياده ولا حاجه، لا ده عنده الانسولينوما، عنده ريال اورجانيك ديسيز بروديوسنج اكسس انسولين. يعني لما نلاقي السي بيبتايد عالي، البرو انسولين عالي، يبقى على طول اتيز ان انسولينوما او ان اكسس سلفونايل. ان اكسس سلفونايل بتستيميوليت ذا سيكريشن اوف ناتشورال انسولين. الاكزوجينوس انسولين سي بيبتايد مهمه جدا، ولذلك احنا بنقول بنعمل الفاستنج وبنعمل السي بيبتايد. السي بيبتايد يقدر هو لو يعني اسهل من البرو انسولين والانسولين ريشيو. السي بيبتايد لو لقيناه سي بيبتايد لو، يبقى نعرف ان ده اكزوجينوس انسولين. سي بيبتايد عالي، يبقى دي حاله انسولينوما. انسولينوما دايما احنا عندنا شهر رمضان شهر مبارك كده، فبنسال العيانة كان يو فاست، العين اللي عندها شويه اعراض السكر لما بتجوع بتبقى قايمه منهم ساعات مدروخه ودق في صدرها والكلام ده، حتى شكينا يعني. فبنسال العيان ده انت بتقدر تصوم في رمضان؟ احنا عندنا رمضان الصيام يعني ساعات بيبقى 16 ساعه. فالعيانين اللي عندهم انسولينوما في الغالب they cannot fast. They cannot fast رمضان. They cannot fast رمضان. فالانسولينوما ده patient cannot fast لان hypoglycemia usually occur within 24 hours. امال يا جماعه اللي عندهم بقى كورتيزول deficiency زي الاديسون، عندنا اللي عندهم برضه كورتيزول ديفيشنسي نتيجه للاي سي تي اتش سكريشن ديفيوشن بتاع البيتيوتري وديفيشنت جروس هرمون زي حالات شهانس، العيال دول بيقدروا يصوموا في رمضان؟ بيصوموا بس ويز اكستريم ديفيكولتي، يعني بيقدروا يعني ده بيبقى من بعد الضحيه بيبقى تقريبا يعني كريبل، ما يقدرش يعمل اي حركه وفتيك وبلاد وكوزوات. ولذلك احنا دايما بنقول العيانين اللي عندهم شيهان اديسون ما يصومش رمضان، لان ده عنده رخصه ان هو لو صام هيحصل له هايبو جلايسيميا. الكوزس اوف بيتا سيل هايبر انسولين، يعني ايه اللي بيزود الانسولين ويكون سبب زياده الانسولين؟ مش ان احنا ادينا سلفونايل يوريا دواء للسكر عشان يستيميوليت البيتا سيل، لا،
الكوز اوف بيتا سيل هايبر انسولينيميا ايلت سيل ادينوم. دي معظم الحالات والحمد لله دي كويسه. لما تبقى معظم الحالات ادينوما في 75% من الحالات كويس، لان ديت هتقدر تشيل الادينوما دي بجزء صغير كده من حواليها من البنكرياس، غير لما يبقى بقى انها تبقى هايبر بليزيا. يعني كل البيتا سيلز اللي موجوده في البنكرياس اوفر فانكشننج وكبيره، فانت هتشيل كل البنكرياس؟ لا، يبقى دي من الحمد لله اللي هي most causes of beta cell hyperinsulinemia is an adenoma and not hyperplasia. multiple adenoma ساعات، ودي برضو الحمد لله مش كتير، لانك انت هتشيل كذا حته من البنكرياس هيحصل فيه deficiency. islet cell carcinoma الحمد لله is the rarest one. اللي بعد كده اللي هو لما تجد ان العيان بتاعك ده عنده ادينوما، واخد بالك، وفي تاريخ ادينوما بنكرياتيك ادينوما في العيله، في الغالب دي حاله مالتيبل اندوكراين نيوبليزيا تايب 1. وهنجيب سيره اللي هم الكونستيتوانت بتاع اللي هم من سندروم مالتيبل اندوكراين نيوبليزيا تايب 1 بيبقى فيها ايه؟ فيها ايلت ادينوما، بيتا سيل ادينوما، بيبقى فيها البنكرياس اللي هو ايلت سيل ادينوما، فيها البيتيوتري ادينوما الاثنين، فيها تالت ادينوما الباراثايرويد. يعني دايما بنقول ذا ثري بيز، ذا ثري بيز ار كاركترستيك اوف مالتيبل اندوكراين بليزيا. ثلاثه دي البنكرياس ادينوما، بنكرياتيك ادينوما، احنا قلنا ايه؟ البيتيوتري ادينوما، والثالثه باراثايرويد هايبر بليزيا. الرابعه نقدر نخليها بيه برضه، بس نقول بطن، يعني نقول جاستنوما يعني، او بطن في حاجه في البطن خليها بيه برضه، بس بالعربي بقى جاستنوما. دولت كونستيتوانس اوف مالتيبل اندوكراين نيوبليزيا. اللي بعد كده بنكرياتيك تيومرز مي بي انسولينوما جلوكاجينوما، كل دول كان دي بنكرياتيك تيومرز. بعديها دي والفورشنتلي المالتيبل اندوكراين ادينوما تايب 1 مش كومون، يعني يمكن 5% من الناس بيبقى عندهم، بس دي مش كومون يعني الحمد لله، لان دي معناها ان عندك مالتيبل اندوكراين ديس اوردرز. هاو تو لوكلايز انسولينوما، يعني احنا شكينا ان الحاله دي انسولينوما حسب البلاد جلوكوز وحسب السي بيبتايد، يا ترى نعمل لها حاجه عشان تتاكد؟ الالترا ساوند ما تقدرش تفرق، يعني ما تقدرش تشخص الانسولينوما، انما السي تي كان دايجنوز انسولينوما. ساعات لما تكون صغيره فيو مليمتر ما بتبانش برضه حتى في السي تي، وبيبقى انعمل اكسبلوريشن اوبن اند سي، يعني البوليسي بتاعت اوبن، افتح بقى وشوف البنكرياس بنفسك ايه، او افتح واعمل الترا ساوند انترا اوبراتيفلي. الالترا ساوند انترا اوبراتيفلي او سي تي انترا اوبراتيفلي هيحدد لك الليجن بتاع البيتا سيل ادينوما، وتقدر بقى لما تبقى واحده ولا اثنين تقدر تشيلهم يعني. وفورشنتلي السايد بتاع الادينوما از يوجوال ان ذا تيل اوف ذا بنكرياس مور ذان ذا هيد، فيبقى السيرجيكال بروسيدر اسهل، بدل ما تيجي تشيل الحته دي في الهيد اوف ذا بنكرياس، لا تنقطع حته من التيل بالادينوما اللي موجوده فيه. انترا اوبراتيف الترا ساوند. بعد كده هاو تو مانج نون سيرجن افورت، بقى لقيت ان دي مش ايسن ستيل ادينوما، ولا دي بقى لقيتها هايبر بليزيا او كارسينوما، يعني هتعمل ايه بقى؟ يعني دي بقى مش هيبقى لها، مش هتعرف تشيلها. لما تجد ان في انسينوما نوت امينابل تو تريتمنت، انسينوما از نون سيرجيكال فيزابل انسينوما، يعني كلمه نون سيرجيكال فيزابل ادينوما يعني مش قادر تعمل تدخل جراحيا عشان تشيل الانسينوما دي،
فبيبقى تبقى العلاج انك انت هو بيجي له هايبوغلايسيميا كل ما يجوع كل ما يزيد كل ما يجوع شويه يعني كل الاستمر كل بتفضي تقريبا 3 ساعات لغايه 6 ساعات لا ده احنا بندي له بقى فريكوينت فيدنج وانسولين وبتاع ده فريكوينت فيدنج وسناكس افري 3 اورز دي واحده فريكوينت فيدنج سناكس يقال ان ذا كورنر ستون تريتمنت فور ايه نون سيرجيكال فيزبل انسولين الدازوكسايد بنعمل اكسبيرمنت في الحيوانات في قسم الحيوانات اللي هو لما يجوا عايزين يدمج الانسولين بيدوا الرات ده ولا الماوس اللي عندهم ده دازوكسايد الاستريوتايد والبروبراندول والفنايتول كان اوسو بي اوف هيلب ان اتاكينج ذا هايبر انسولين كوزس اوف تشايلد هود هايبوغلايسيميا احنا اتكلمنا قلنا ان التدخل ما بين الاطفال وطبعا حكايه الجماعه في الاطفال طبعا مخططين يعني الحمد لله جت بوريش وحاجات دي كانت في البدايه مستشفى بوريش في القاهره ودي كانت برضو لها سلطات سياسيه يعني اعتقد كان في ايامها في النقابه او في وزاره الصحه ناس لهم كلمه مسموعه فاستطاعوا انهم يعملوا مستشفى الاطفال وبعدين الحمد لله اتعملت في الجامعات الاخرى وفي المستشفيات الاخرى من ضمن جامعه المنصوره وانتم شايفين ال 10 ادوار بتوع الاطفال كده الحمد لله بتخصصات عديده. فال commonest cause of childhood hypoglycemia نزيدو بلاستوزس حتى على اساس ان الحالات دي ما بيشوفهاش كتير احنا وبيقولناش بيروحوا بتاع الاطفال يعني مش احنا بنقولنا من الاطفال ده احنا اللي من بعد يعني حاجاتنا بتروح الاطفال يمكن اكتر ودي معلومات عن ديس نزيدو بلاستوزس بيبقى فيه اوفر سكريشن اوف انسولين وسكريشن اوف جلوكاجون وبنكرياتيك بولفرتايل وجاسترين ويقال ان ذا ليدنج كوز اوف هايبر انسولينيميك هايبوغلايسيميا النيو بور والانفنتس وعلى استحياء كده في الادلس يعني لو كانوا هيعيشوا بالفتره دي الا لو احنا كنا بنقول الهايبوغلايسيميا مش بسيطه الهايبوغلايسيميا كان دامج ذا برين كان دامج ذا برين وكان دامج ذا هارت جلايكوجين ستورج ديزيز برضه تبع الاطفال فراكتوز انتوليرانس برضه تبع الاطفال بايروفيت انتوليرانس برضه كذلك جلاكتوزيميا دي كلها حاجات تبع الاطفال وانتم اظن عارفينها يمكن بالتفاصيل اكثر برضه حكايه ان الهرمونال ديفيشنسي كانوا كارين تشيلدرن يعني جلوكاجون ممكن يكون موجود ديفيشنت في الاطفال زي في الادلت جروس هرمون وثايرويد هرمون ولو انه دول بيحصلوا برضه في الادلتس مور انما كانوا كير ان تشايلد هود الكورتيزول ديفيشنسي ده اكتر في الاطفال ولا في الكبار؟ لا ده اكتر في بتوع الاطفال بيشوفوها على اساس كونجنتال ادرينال هايبر بليزيا بيبقى السنسز بتاع الكورتيزول بيقل ويروح دايركشن بتاعه ناحيه الالدوسترون او ناحيه الاندروجينز فده بيبقى فيري كومن بروبلم في الاطفال والناتج بتاعها سببها كورتيزول ديفيشنسي. برضه الاطفال عرضه اكثر للساليسيليتس. ساليسيليتس البيج دوز كان برودوس هايبوغلايسيميا خاصه في الاطفال واظن انا اعتقد ان الطفل ممنوع انه ياخذ سكرينه لان دي كان برودوس بسايد اذر فرايز دروم كان برودوس هايبوغلايسيميا الكحول طبعا خطير جدا خاصه على الاطفال. ربنا نخلص هذا بقى الدراجز بقى الدراجز ايه يعني الدراجز اللي هي بتدي هايبوغلايسيميا اظن لازم نبتدي بايه؟ بانسولين لازم نبتدي بالانسولين وبعدين نقول السلفونايل يوريا السلفونايل يوريا بتعمل هايبوغلايسيميا زي اللي بيتكلموا مع بعض الرجال الافاضل خليك معانا يا استاذ هاو سلفولاين يوريا بروديوس هايبوغلايسيميا ها؟ لا انت حضرتك اللي حضرتك
هاوصل في لايف انا اللي كنت بتتكلم مع الزميل الفاضل، وده طبعا التزام ادبي يعني، مش كده ولا ايه؟ يعني اللي مش عاجبه المحاضره انا اعتقد نقدر نفتح البابين الاثنين ويكمل هو على حريته في شيء ما. على اي حال السلفونايل اللي هي بروديوس هايبوغلايسيميا نتيجه لان دولت ستيميوليت بيتا سيل فانكشن وستيميوليت البيتا سيل سكريشن يعني ستيميوليت انسولين سكريشن. الادرينوكو اللي هو اي سي جي انهبيتورز بتاع الهايبوتنسيف دراجز برضه له ميزه ان له سلايت هايبوغلايسيميك افكت. الايثانول الكحول طبعا، والايثانول هايبوغلايسيميا الحمد لله احنا عندنا الخمر والميسر، الخمر ده طبعا محرم في الاسلامي كانترز وده شيء يعني جميل جدا، واعتقد يكون مجد شاعر يمكن عايزين هيديكم محاضره على السايد افكتس اوف الايثانول، لكن هو عنده محاضره جميله بيقول ان مفيش سيستم مفيش حته في الجسم لا تتاثر بالايثانول بالايثانول اوفر دوسز او ايثانول ايثانول ادمنستريشن او ايثانول انتيك من اول الجلد للبريد كله بيتاثر في الايثانول. الايثانول هايبوغلايسيميا بتحصل مش اول واحد بياخد، لا ده ممكن ياخد من بنشغل بعد 36 ساعه اوف انجشن اوف سمول اماونت 100 جرام يعني 100 جرام يعني 100 سم يعني يعني يا دوبك الكوبايه دي بتبقى اظن 150 سم يعني نص الكوبايه تقريبا كده يعني دول قد دول كده ولا اقل ويشربهم واحد يخش في هايبو جلايسيم الخمر والميسر بيكوز الكحول. ليه الكحول بيعمل هايبو جلايسيم ليه؟ ليه والحمد لله القران بتاعنا ذا هولي اور هولي قران هاز افويدد ات وقال ان ده خطا رغم ان احنا بنشوف الخواجات بيشربهم والكلام ده الناس بتشرب وعندهم ابارنتلي وشهم مدور كده ومحمر وبتاع ده كلام فارغ طبعا كله لان بالنسبه ده دي كان برودوس هايبوغلايسيمي. وطبعا كلكم عارفين ان لما بيشرب خمره بيحط جنبي برضه شويه اكل وشرب يعني على اساس احتياطي احتياطي ايه يا عم ده هو ده بينهبن الجلوكونيوجينيسيس. يعني ايه جلوكونيوجينيسيس؟ يعني انهبت ذا فورميشن اوف جلوكوز فروم نون كربوهيدرات سورسز وانهبت جلايكوجينولايسيس تحويل الجلايكوجين في البودي الى جلوكوز. فلما يبقى فيه لا جلوكونيوجينيسيس ولا جلايكوجينولايسيس فيبقى انه بياخد الايثانول ده از اكستريملي لايبل تو ديفولوب هايبوجلايسيميا. بعد كده احنا بنقول الدراجز الاخرى لا ده تيومرز. التيومرز اللي هي بتعمل هايبوغلايسيميا غير السيلينوما، سيبنا من السيلينوما والنبي من فضلك شوف لنا هل في تيومر ثانيه في الجسم تعمل، وهنقول دلوقتي بتعمل ليه وبتعمل ازاي. قال لك لما يبقى في لايبوما في الابدومن، لا اللايبوما ما بتعملش حاجه. لا يقول لك يا عم شيلها احسن لايبوما في الابدومن لما تبقى هيوج، ويقال انها بتبقى لايبوساركوما بعد كده وده رير كومبليكيشن انما قائم وكان بروديوس فيتال هايبوغلايسيم. يبقى ميزوسيليوما فايبروساركوما لايبوساركوما ربدو مايوساركوما هيباتيك كارسينوما اللي عندهم ولا اللي عندهم يعني لان الفيميلز اقل كتير جدا بالنسبه للمالجنت ليفر عن الميلز. الهيباتيك كارسينوما برضو من الاسباب اللي تدي هايبوغلايسيميا. ادرينوكورتيكال كارسينوما هيمو كروماتوزيس كارسينويد سندروم هيماتولوجيكال مالجنسي زي اللوكيميا والليمفوما والمايلوم. يعني اذا هيماتولوجيكال مالجنسي جبنا سيرتها في حاجتين دلوقتي، جبنا في السودو اللي هي ارتفيشال اللي هي مالهاش اهميه وبرضو في الريال هايبوغلايسيميا. يا ترى هنشوف ايه السبب. بعد كده بنقول يا ترى التيومرز اذر ذان انسيلوما ذات كوز هايبوغلايسيميا ايه الميكانيزم؟ ازاي يعني؟ قال لك ان التيومر ريليتد بال نيوتريشن. اللي عنده تيومر طبعا من ضمن الاعراض بتاعت التيومر لوس اوف ابيتايت لوس اوف ويت لوس اوف كلر، عارفين المالجنسز دي كلها بيبقى فيها اللوسز دي اللي كلهم عارفينها.
فالتيومر ريليتد ما بياكلش ما مش قادر مالكش نفس الاكل يا جماعه. فدي كان ليتو هايبوغلايسيميا. الحاجه الثانيه الجلوكونيوجينيسيس برضو بيبقى امبيرد وجلايكوجينولايسيس الاخرى امبيرد. وبعدين الحاجه الثانيه التيومر الكبير ده ما هو عاوز نيوتريشن بياخد نيوتريشن بتاعه الجسم اللي هو اللي معمول عشان البرين وعشان الفايتال اورجانز بياخدها له التيومر ده بيكونسيوم دي فيحصل العيان هايبوغلايسيم. كونسامشن اوف جلوكوز باي ذا بالك تيومر ماس. وبعدين حتى التيومر ده كان سكريت انسولين جروس فاكتور يعني حاجه زي الانسولين وانسولين جروس فاكتور 1 وانسولين جروس فاكتور 2. برضه في حاجه اسمها تيومر التيومر 3 بتسكريت سايتوكاينز واحد منهم اللي هو التيومر جروس فاكتور بيسموه كاشكتين يعني كلمه كاشكتين يعني كان بروديوس كاشكسيا يعني مش هايبوغلايسيميا وبس هايبوغلايسيميا ومالنيوتريشن وكاشكسيا كمان تبقى. الحاجه الثانيه ان التيومر كان سكريت اكسترا بانكرياتيك انسولين اللي هو بيسموها بارانيوبلاستيك افكت بارانيوبلاستيك افكت. بعد كده عندنا الاوتوميون سندروم ده بيبقى فيه انتي بوديز للانسولين. انتي بوديز للانسولين تشبك في الانسولين فلما تشبك في الانسولين بتخليه يعني بتهمبر اتس افكت. يجي وقت ان يفك الاتصال ده ما بين الانتي بوديز والانسولين بقى الانسولين بقى فري فروم ديس انتي بوديز. طب تخليته حر بقى انت سايبه حر طليق وده اهبل على طول يبتدي يجي له هايبوغلايسيميا. ودي وصفت بقى في الاوتو ميون سندرومز الاخرى زي الجريفز ديزيز ديت مور ان جابان اللي هو الاوتو ميون سندرومز دولت مور ان جابان ومور ان جريفز ديزيز مور روماتويد ارترايتس دول كلهم خلي بالكم ان اوتو ميون مور ان تايب 1 دايابيتس. تايب 1 دايابيتس يعتبر ان اوتو ميون ديزيز فبيبقى في حكايه برضه الانسولين اوتو انتي بوديز ديت از ا كوز فور هايبوغلايسيم. ادخل لا خلاص في الخمس دقايق. بعد كده عندنا الاندوكراين ديس اوردرز. احنا عندنا قسم وحده الغدد الصماء والسكر الحمد لله عاملينها من زمان يعني عاملينها بالسكر من اول انا ما جيت المنصوره هنا في 65 عملنا عادة سكر. لم يكن في مستشفى جامعة المنصورة مستشفى الأم اللي هناك ما كانش فيه حتى حاجة للسكر فعملنا في قسم الباطن السكر وعملنا في سنة 85 خلينا سوق غدد صماء والحمد لله استطعنا برضو بشوية اتصالات بتاع نعمل مستشفى خاص للبطنة التخصصي فيها الاندوكراينولوجي الميدلي. واحنا ان شاء الله الاجيال اللي بقول الاجيال بتوع زملائي في الغدد الصماء والسكر احنا عملنا حكايه المستشفى التخصصي نحاول نعمل بقى احنا الاثنين مستشفى خاصه بالايه؟ بالدايابيتس بس والاندوكراينولوجي بس وكل اثنين كل واحده واحده ونيمونيا واحده لان الاندوكراينولوجي والدايابيتس هما اللي بيبقى فيها كيور دي واحده دي فيها كومن كونديشن وكيورابل كونديشن. يعني انا عندي وجود مستشفى سكر وغدد صماء اهم من المستشفى اللي هي بتاعه الاورام وخلافه يعني لان دوله الاورام ما هي على عيننا وراسنا انما الهند للترفيه. على اي حال الامراض دي بقى بتيوتري فيلير ادرينال فيلير ثيرويد فيلير هايبوس ميبي فاستنج رياكتيف اولموست. بعد كده كلينيكال كونديشن كوزنج هايبوس اظن بسرعه كده هنقراها اللي هم رينال فيلير مال ديفليشن عايزين تمشي خلاص انا مش عارف ليفر سيل فيلير. طب خلاص انتوا عارفينها دي. بعد كده الهايبوس دايابيتس زي ما قلنا العصر القرن العشرين يسمى يعني ذا سنتشري اوف هايبوغلايسيميا يعني القرن العشرين بيطلق عليه قرن نقص السكر لان في هذا القرن القرن العشرين دي تم اكتشاف الانسولين. ما
فانتنج وبيت سنة الكلمة وفي محاضرة الجاي؟ رئيس بطية بقى يا جماعة تقوليها على سنة بص عليها كده بسرعة الفرق بين الهيدروجلاسيميا في البروجكت والهيدروجلاسيميا كوما وبعدين الصوره دي بقى الصوره دي الدكتور محمد ابراهيم اللي كان مؤسس برضه القسم هنا كان بيقول ايه دياجنوزا كومن زي الهايبوجلايسيميا اند تريت كيورابل زي الهايبوجلايسيميا اند ثانك يو فيري ماتش